الكتم. خلينا نبدأ في البداية عن تعريف مرض الرب وإيه هو؟ مرض الرب هو مرض تنفسي مزمن تحدث فيه تضيق في لمعات أو بطانة القصيبات الهوائية. هذا التضيق سببه أولاً الوذمة أو التورم الذي يحصل على جدار هذه القصبات الهوائية، ثانياً تقبض العضلات المبطنة لهذه القصيبات، ثالثاً زيادة إفراز المادة اللزجة المخاطية أثناء هذا المرض. هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تضيق في هذه القصيبات المسؤولة عن عمليات التنفس والمبادلات الغازية ضمن الرئة. وبالتالي تحدث عندنا الأعراض المميزة، الأعراض والعلامات المميزة لمرض الربو. طبعاً هذا التضيق وهذه الديناميكية تحدث استجابة لبعض التأثيرات الخارجية، المحسسات، المواد المسببة للحساسية، أحياناً بسبب وجود بعض العوامل الوراثية عند بعض الأشخاص. طيب احنا كده خلينا نتكلم في الأسباب، الأسباب الأساسية والرئيسية لإصابة المريض بمرض الربو. حضرتك قلت في جزء منها وراثي، هنتكلم عن الوراثة وعن غيرها من الأسباب الأساسية للإصابة بمرض الربو. تمام. مرض الربو هو مرض وراثي، بمعنى أنه يزداد عند بعض العائلات. وجود المرض في عند أب أو أم معينة، هذا يعني أن الأولاد عندهم نسبة أكبر للإصابة بهذا المرض، لكن الإصابة به ليست أكيدة، ليست حتمية، يعني ليس كل مريض مصاب بالربو سيورث هذا المرض إلى أبنائه. وبالتالي هناك ازدياد في نسبة الحدوث عند بعض العائلات التي عندها مرض الربو وبعض الأمراض الأخرى المتعلقة بالحساسية. يعني مرض الربو هو عبارة عن حساسية زائدة في الجسم تؤدي إلى هذه الأعراض، وبالتالي أحيانا عندنا بعض الأعراض الأخرى بسبب فرط الحساسية مثل الحك في البلعوم، أحيانا التهاب الأنف التحسسي، التهاب الملتحم التحسسية. هؤلاء عندهم نسبة حصول مرض الربو عندهم أعلى من غيرهم من الأفراد. لكن ليس العامل الوراثي هو السبب الوحيد. هناك أيضا العوامل البيئية، بمعنى التعرض مثلا لدخان السجائر، لدخان المعامل، العيش في بيئات كثيرة الضباب مثلا، هناك رطوبة عالية في هذه البيئة، أو كثيرة المصانع وبالتالي وجود جزيئات الدخان. أيضا التعرض للإنتانات التنفسية في الصغر وخصوصا الإنتانات الفيروسية، تكرر التعرض لهذه الإنتانات قد يؤهل فيما بعد إلى حدوث الربو. هل فعلا كثرة الإصابة بنزلات البرد وأن الصدر بيجيله مشاكل تنفسية ممكن يكون من ضمن الأسباب، ولا نزلات البرد بعيدة يعني بريئة من الأمر ده؟ التعرض بشكل مستمر لهذه النزلات قد يؤهل فيما بعد للإصابة بالربو، قد يحدث نوع من الحساسية في بطانة القصبات وقد يؤهل فيما بعد إلى الإصابة في الربو، تزداد النسبة قليلا عند وجود تكرار لهذه الإنتانات خصوصا الفيروسية. تمام جدا. طيب